مبدئيا كده وقبل ما تنزل تعمل شوبينج لازم تحدد انت نازل تعمل ايه بالظبط. ممكن تبقى نازل تشتري، ممكن تبقى نازل تتفرج، ممكن تبقى نازل مع المدام وتخلي اللي ما يشتري يتفرج، ممكن. المهم انك لازم تحدد انت نازل تعمل ايه. نازل تتفرج يبقى روح سينما، معلش اروح مسرح، افتح دولابك اتفرج شويه وخلاص. نازل مع المدام؟ لا لا، ما تعملش كده لسبب بسيط. انت كده مش هتعرف ترضيها، هتاخد رايك في 20 حاجه كلها نسخه واحده وكلها عندها زيها منها في الدولاب، ومش هتعرف ترد، او هتخليك تختار ما بين البادي البيج والبادي الاوف وايت، وانت شايف طبعا ان هما الاثنين فاهم في الملموم نفس الفكره، وبرضه مش هتعرف ترد. طيب نازل تشتري لا سمح الله، يبقى تعالى بقى انا اقول لك تعمل ايه وانت نازل تشتري. علشان تنزل تعمل شوبينج مظبوط، اولا لازم تاخد بالك من التوقيت. حاول على قد ما تقدر تنزل يا اما بدري قوي قبل ما البياعين يفوقوا ويصحصحوا لك كده الحقهم وما لسه مدروخين وقبل ما يفطروا ومعدل السكر يعلى في الدم ويسخنوا كده، او متاخر قوي ليه اخر اليوم بقى البياعين ابتدوا يدروخوا تاني، هضموا الاكل، السكر ابتدى ينزل، يتهدوا، ما يبقاش فيهم نفس للمناهه ده معاك والفصال، ولا المشي وراك خطوه بخطوه علشان لو بتدور على حاجه معينه يا فندم دي هتبقى جميله على سيادتك، ممكن اشوف دي بس تؤمر بايه والجو ده. يا بدري قوي يا متاخر قوي، هي دي الهابي اور بالنسبه لك، تختار تقيس تدفع تمشي وهو لسه مش في وعيه. ده الانجاز، ده بالنسبه للتوقيت. بالنسبه للبسك بقى، انا طبعا مش هقدر يعني اايدك بذوق معين اقول لك تلبس ايه او البس اللي انت عايزه، طبعا المهم تكون القطعه اللي فوق سهله في التغيير، تسلت فاهم قصدي، رقبتها واسعه علشان ودانك ما تتزنقش فيها وتحمر من كتر القلع واللبس وبتاع وشعرك يتنكش من الجناب وتكمل يوما كنت شبه عم دهب ملهاش لزوم، وتكون طبعا من غير زراير تقعد تتفك وتتزرر مع كل قياس. هنسلت خلاص. القطعه اللي تحت بقى البنطلون، يعني لو قدرت يكون باستك يبقى عظيم. حسيت ان شكلك مهزق قوي وانت بالبنطلون ابو استك ده، يبقى بنطلون عادي بس على الاقل يكون بسوسته مش زراير، ارجوك، بياخد وقت ويكون واسع مش السكيني اللي هو بيتلبس باللبيسه ده، واي جزمه من غير رباط. خد بالك طابور اللي واقف مستني دوره في البروه ما بيرحمش، اي تاخير مش هيكون في مصلحتك، الناس دول واقفين من بدري قرفانين من الاسعار مراقبينك كويس ومستنيين دورهم جدا، زي اللي مستني باصص على الساعه ومستني المدفع يضرب في رمضان، او اللي بيراقب الاستاذ نبيل الحلفاوي وهو بيوسع الديناميت في اللحظات الخطيره دي. خليك في مستوى الحدث، انجز، ابوس ايدك، الناس اللي بره وحشين. حاجه مهمه كمان، لازم تتاكد ان ملابسك اللي هي من جوه يعني الداخليه سليمه، يعني مفيش قطع، مفيش خرم، استك مهرهر، مفيش الجو ده. ليه؟ في طفل دايما بيقتحم عليك البروفه وانت بتغير هدومك بدخله زي بتاع بوليس الاداب كده، اللي هو لفهولي بقى في الملايه، يلا حبيبي زي ما انت كده بالهدوم اللي عليك، حرص دي الملابس الداخليه دي يا ابني، يلا. غالبا بيبقى وراه واحده ست اللي هي مامته عشان تلحقه، وغالبا الاثنين بيبصوا. بص بقى نصيحه مهمه، انت اول ما تدخل المحل تجاهل البياع تماما، لو نجح واستدرجك باسئلته واهتمامه حاول تقطع العلاقه دي تماما في اسرع وقت، او تحدد علاقتك بيه على الاقل. ليه؟ هو لو ارتاح لك ودخلت قلبه واختلط الشغل بالمشاعر هيورطك، هيلزقلك، هيصعب تحركاتك جدا، هتحس ان رجله على رجلك، ملازمك زي ضلك، هيخنقك واحده بواحده، هتلاقيه بيحاول يلبسك على ذوقه، دي كارثه. اسمع مني، هيفضل يرمي عليك الهدوم كده وانت في اوضه البروفه، عمال يرمي عليك هدوم من فوق بيجرب فيه كانه بياكل حيوان اللاما في جنينه الحيوانات، فاهم؟ سالك اسئله سخيفه جدا من ورا الستاره، يقول لك ها ايه الاخبار، يعني اقول له ايه؟ مش فاهم يعني الماتش كام ولا ايه، ما انا مش عارف ايه الاخبار. لو وصلت للمرحله دي صدقني مش هتعرف تتخلص منه ابدا. اوعى تشتري حاجه مش مظبوطه عليك على وعد البياع انها هتريح مع اللبس، او هتكش في الغسيل، او هتفتح في الشمس، او هتتسرق من على الحبل. الجو ده انا مره قلت البياع ده فاتح، قال لي هتغمق من القر. هات الحاجه اللي حلوه عليك دلوقتي حالا، مش كام يا هي، امال المقاسات معموله ليه؟ عشان تجيب بنطلون مقاس 32 وانت اصلا مقاسك 34 عشان هيريح؟ ما تشتريش سمك في ميه ولا بنطلون في غساله، معروفه، هاته جاهز خلاص. بمناسبه الجاهز برضو ما تشتريش حاجه لسه عايزه شغل، يعني مش شغل في الحاجه نفسها، لا شغل فيك انت، لان ساعات في ناس بتشتري حاجات محتاجه شغل في اجسامهم هم، يعني مثلا هخس للبلوزه دي لسه ورايا حاجات بقى، انا اركن البلوزه واروح الجيم، او هطول للبنطلون ده، او هعرض من الكتاف عشان القميص ده عاجبني، ده كلام فارغ. هاته جاهز واعتبر نفسك انت كمان جاهز، اشتري على وضعك، لا انت هتتغير ولا هو هيكش. وبلاش تركز مع نفسك قوي في المراية اللي في قط القياس دي يا حمزة، بلاش، وحشة وحقيقية وبتبين كل حاجة. اعتبر ان اللي في المراية ده واحد مسكين جاي يساعدك مش انت، ما تبصش على الحتة دي. في الشوبينج بتاع المناسبات زي الاعياد مثلا، وده من اصعب انواع الشوبينج. ليه؟ 90 مليون مواطن بيقرروا ينزلوا بعيالهم، مع ان العيال يا عيني ما بيختاروش اي حاجه وبيلبسوا على مزاج اهليهم، وكمان ما بيقيسوش لان بيجيبوا لهم نمرتين ثلاثه اكبر عشان تعيش معاهم شويه. فالاسر المصريه بتنزل سوا كلها في نفس الوقت، وده طبعا بيعمل تدافع واختناق واغماءات، تحصل شويه غلطات بقى اللي بتحصل، لان الشباب
اللي شغالين في المحلات بيبقوا فرهضوا، كل واحد في المحل عايز يجيب له المقاس بتاعه والالوان، وفي الاخر يقول له طب هلف لفه وارجع لك، عارف الجو ده. واللي بيشتري وبيروح بيلاقي الجزمه فرده بتاعته وفرده بتاعه المدام اللي كانت بتقيس جنبه، تفتح الشنطه تلاقي عبايه مطرزه وانت شاري بنطلون جينز اساسا مطرز، تنده لابنك تلاقي ابن حد تاني وتلخبط في المحل اصلا مع الحاجات مع البنطلون لخبطه. في بقى اخطر انواع الشوبينج، الشوبينج اللي بتعمله عشان مزاجك وحش وعايز تدلع نفسك، عارف اللحظه دي بتبقى مخنوق انا انزل اشتري بقى ايه. نصيحه، لو حسيت انك هتعمل كده كلم البوليس. بوليس؟ كلم او حد من اهلك، اي حاجه، اي حد يجي يربطك او يقفل عليك اوضتك من بره. هتنزل تصرف كل اللي في جيبك والديبت والكريدت في اي هبل، يعني ممكن تبقى راجل محترم كده بقميص كروات زي بتاع حضرتك ده تلاقي نفسك داخل محل كمانجات مثلا، وانت ولا ليك فيها ولا بتاع مزيكا ولا بتاع، بس عشان نفسيتك تستريح. في بقى الشوبينج اللحظي اللي هو انت ماشي عادي لمحت جزمه فاترينا عجبتك حبيتها، تخش تقيسها، وطبعا في قاعده، اي حاجه في المحل هتحبها من اول نظره عمرك ما هتلاقي ماسك، معروفه. في بقى الشوبينج بتاع الافراح، وده للرجاله سهل جدا لانه عنده بدله سودا واحده مجربها قبل كده في خطوبتين واشتغلت معاه، يعمل ايه بقى؟ ينزل يجيب عليها جرافات جديده من 25 جنيه بتاعت الستاندات اللي في وسط البلد دي، عارف البلاستيك اللي فيه حاجات، ولو العريس قريبه قوي قوي ولا حبيبه قوي هيجيب قميص جديد، يلا كده عمل نيو لوك بقى سكره. المشكله الحقيقيه هي عند البنات، بيصعبوا عليا جدا، لازم تكون عارف ان البنت عندها حاجتين ما ينفعش تقولها لهم حتى لو بهزار، ما ينفعش تقول لها انت تخنتي، وما ينفعش تقول لها ان مش ده الفستان اللي حضرت بيه فرح علياء. انت كده شكرا يا معلم، خلاص كده. البنت مستحيل تكرر فستان في فرح غير لما تكون واثقه ومتاكده ان المعازيم والدي جي والفوتوغرافر وحامل المشاعل والقاعه والكوكب كله اللي رايحاه مش هي اللي راحت له قبل كده بنفس الفستان، ناس جديده محدش يشوفه، مستحيل. في بقى النوع الابشع وده اللي بيلم كل ما سبق في مقص واحد، ازاي؟ ده لما تكون كل الظروف السيئه دي تجتمع مره واحده، يعني لما علياء تقرر تعمل فرحها في العيد، في فتره تكون فيها انت مكتئب ومزاجك وحش، فتضطر تنزل تعمل شوبينج مع 90 مليون نسمه، وانت مودك منيل، ومش طايق مراتك اللي قفشه تجيب فستان جديد علشان طليقه العريس اللي مش هتحضر الفرح طبعا شافتها بيه مره. بعد 5 ساعات تلمح انت بدله ظريفه تحبها، ما تلاقيش مقاسك اساسي، فتقرر تشتري كمانجه وشخليله وتروح. حاجه مؤلمه، انا زهقت من السيره دي ولا عايز اشتري ولا عايز اعمل اي حاجه. موضوع الشوبينج ده بصراحه بقى يعني استغفر الله العظيم، بس اهدى بس لا انا هتكل على الله، رايح فين؟ على الله. لا انا مودي بقى مش تمام، هعدي على الراجل بتاع البواريك اشوف لو عنده حاجه احمر فاصفر كده اجيبها عشان نفسيتي بس تحسن شويه. استغفر الله العظيم يا رب. معايا كام النهارده؟ We'll be right back.